嗯。Mm hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرى تحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثر الإيمان سامان إيمان فرن إيمان انت يزبل أبتز ابتزحالفه حدي أرستي رئينا نيرنا. أثر <سؤال> ناي جندب أب <Lucaricadia> رواية البيهق الذي رواه ابن ماجه في صحيحه انتايلنا جندب رضي الله عنه وارضاه نحن نحن نأشتو كلنا جناهت أنات كلنا لم نبلغ جزء بلغ كيف إحنا خلنا تعلمنا الإيمان بال النبي عليه الصلاة والسلام فلما إيمان علمه منابل ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا بدحرئه ቁርኣን ተዓሊምና እቲ ኢማንና ወሲኹ ይብል ማለት እዩ እዚ እንታይ የረዳእና ማለት እዩ ጃንብ ተውሒድ ጃንብ ዓዳ ጃኒብ ሙራቀበት ላ ዘ ወጀል ኣብኡ ዝያዳ ሙረቢን ክንከውን ከም ዘለና ንደቂ ሰባት ዳዕዋ ክትገብር ከለካ ኣብ ጉዳይ ናይ ዓቂዳ ኣብ ጉዳይ ናይ ተውሒድ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢማን ኣብዚ ዝያዳ ፀቂጥካ ክትምልምል ከም ዘለካ ማለት እዩ መጀመርያ እምበኣሪ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ክሰርፅ ዘለዎ ኢማን ማለት እዩ وقيمة الإنسان عند الله عز وجل أبقى مربي كبرته بمن تاي ود سبن تدعي بإيمانه أهل الإيمان هم أكرم الخلق إلى الله تمز فطورات كابز كل فطور من بولوت ناب سبحانه وتعالى زقر بن لك إيمان زلو إيمالتي ولذلك ربنا عز وجل بصورة البينات تايلو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه خير البرية خير الخلائق تزبالت أسب من أنت إيمان زلوا إيمان زي بقول شر البرية البرية أي ولذلك ربنا عز وجل أبصرة الحجرات انتايلو إن أكرمكم عند الله أتقاكم تنا رب سبحانه وتعالى كبر الزلو من كبر سب دبها أنت تقوى الله عز وجل دلوا ومما يدل على ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالت حادثة كبرت ناتو بقرطز زي كونه بهافتو زي كونه بهاجورو زي كونه بمن تأيد كبرت ناتو انتقالك بإيمان ناتو إمالته ولذلك أنس رضي الله عنه تأبل النبي صلى الله عليه وسلم كم زيلهم انتهى لهم النبي عليه الصلاة والسلام كم أشعث أغبر ذي التمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره كنتي له يعني سب كل حلو زي ريو سب اه كتريون كلها تحت النازل له ذي التمرين يعني اه فخوز زبالي مالت اه أكدادون أختري أخلا ولا ولحنتي اه كبرت ديه سب لكن إذا سبزي أبقى مربي عبيد رجائي لو أقسم على الله الأبرة لو ناب سبحانه وتعالى محيلو كتكون على أن تنزب الله سبحانه وتعالى نتمحلو دو للزق لزخنه ابن النبي عليه الصلاة والسلام دحان تايلو منهم البراء ابن مالك يوم النبي عليه الصلاة والسلام طبعا إذا حديث زي صحه الألباني ولذلك سب قدامه وقرطه يكون كان ميزان دلو مربي ميزان ناتو كبرت ناتو بمن تاين بإيمانه بإيمانو إيمالاتيو. ولذلك برواية البخاري ومسلم زلو النبي عليه الصلاة والسلام تايلوم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة اليوم عابي قد زخون نسب يوم القيامة لا يزين عند الله جناح بعودة كنت قل قل نايت أنتو دايم الزن سبع الليل من النبي عليه الصلاة والسلام وقال اقرأوا ترى لكم من قرئ لمن النبي عليه الصلاة والسلام فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ترى إيمان زي بلون ترى خوينو صباح نقول كبرت يا بقولون مالتيو كبرتوا بمن تأيو ميزان ناتو عبيت ناتو أبكر مرة عيون تأي ترى الكا ايماني مالتيو ولذلك إذا بعها الإيمان إذا عبي كبرت عبي درجة سلزلو وتم أطهر مخلوق مخلوقاتنا رب سبحانه وتعالى دي عاش يزخونو الملائكة إذا أم كي نزي بعها الإيمان أمريت كوينو رب سبحانه وتعالى دي قزة حنسابي أحان سابي قاقي أحان ساب دماني يملس استغفار زقبر بعها الإيمان زخوني نزي اتهم عرشنا رب سبحانه وتعالى دسكهم خيترفوا استغفار قبر له ولذلك ربنا عز وجل انتايله أب غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به شوف درجة الإيمان عبي لزخوني بيت حمود لو درجاون حتى الملائكة بإيمانهم مالتهم، الإيمان سيق إيمانهم مالتهم، ولذلك هم حملة العرش لربنا سبحانه وتعالى يسبحون بحمده نرب سبحانه وتعالى تسبيح قبره ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، الله أكبر زي عبيد عبي رجائي، نتم آمنتم الماني استغفار قبرهم مالتهم، ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا يبلو. نتوم أمن تزخونو مدماني أم حق قرارو بزدليو سني فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم بلوم على إذا سب ويزن فترات إذا أتم بلوط أتزخونو مروط أتزخونيوم لكن إيمان زلو سب عبي كبرت سلا زلو إذا أتم كي تروف انتهي قبر اللوم يستغفرون له ولذلك إذا إيمان إذا عناية خن قبر اللو. محافظة أب إيمان دلنا قد ኣብኡ ኣፀቢቕና ኣድሂብና ክንሪኦን ክንጥንቀቐሉን ዘለና ጉዳይ ጉዳይ ናይ እዩ እዚ ኢማን እዚ ይውስኽ ይክብ ይብል ከምኡ ድማ ይጎድል ማለት እዩ ኣልኢማን ቀውሉን ብልሳን ወእዕትቃዱን ብልቀልብ ወዓመሉን ብልጀዋርሕ ኢማን ክበሃል ከሎ ንኩሉ ክፍልታት ዳሓዘ እዩ ማለት እዩ እወ ኣብ ልቢ እዩ ተቐንዲ ኢማን ማለት እዩ ላኪን ኣብ ልቢ ደለ ኣብ ልቢ ዝሰረፀ ምልክቱ ኣብ ምንታይ ይረኣይ እንተዳኢልካ ኣብ ኣካላት ይረአይ ማለት እዩ ህዋ ቀውሉን ብልሳን بملحس كون زقلت إمالتي واعتقاد بالقلب كمدماني أبلبي زرتن وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي كلما طاعت جركا كلما استغفر عن توسي قال لها توبة لها قراءة القرآن تزارب كا تبو نيا جركا إنسان حوادك. يعني تحجز لها مسحواتك تتأخى قبل لها إصلاح تقبر لها كل زنتاي قبرك مالتي يزيد في الإيمان مالتي نزي إيمان نزي نزي عبي كبرة تبقى مره بزلك بسنك إيمانك نعون تاي قبره يمعبلو عب كبير بلو مالتي وينقص بالمعاصي كل ما معصيا كلما كل ما تزاربك كل ما كلما كل ما جي تكبارات غيرك ازي ايمان دمان دامن من دامن من دا في قيد مالتيو ولذلك ايمان يوسخني يودلن مخانو هذا ازي حد خبت عقيدة اهل السنة والجماعة كمون ربنا عز وجل بقرآن تايلو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وج اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون كلما كل ما آيات نهر بخصوم عن كل زادتهم إيمانا ولذلك تم منافقين كلما آيات سمعهم كلما حديثنا حديث صلى الله عليه وسلم سمعهم ولحن تلوت آي قبر الله منهم مخنياتو دعا أسلام مسيلة مزلوم بر بات ان كفر الكفر سلا زلوم ولا حن تلو تأهم سألومن. ولذلك القرآن كورد كله توم مسلمين توم مؤمنين زيادة الإيمان كقبر كله كحجوس كله كستبشر كله نعم جن ولا حن تلو تأهم النيرو ولذلك ربنا عز وجل بزعباتهم منافقين زبلوا زنبورو بسورة توبة من بلمية عشرين أربعة تايلو وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم أيكم زادته هذه إيمانا لأن حد قرآن وريد القرآن كمس قرآن كسمع وسني قرآن سمع أنت هاي زي ألوت أمتي خاتكم إيمانكم دو وصيخو قلدو ترخيبو يبلو مالتهم لكن فأما الذين آمنوا له رب سبحانه وتعالى كل زي كبر الزلوم سب إيمان سلزقونه بزعبا كنت يتم مؤمنين هجرون نانتايلو فأم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إيمانو موسيخهم آياتنا قرآننا رب سبحانه وتعالى وتعالى سني إيماننا تاتهم وسيخهم إذا نزي إيمان بطاعة عن تاي مالتي كل ما سناي قبر تاتجيركا كبيب المالتي كل ما أب معاسي كل ما كبرب سبحانه وتعالى رحكا كابسلات رحكا إيمان تاين دخول إذا خيد مالتي إن دا دعفي خيد مالتي ولذلك إيمان ضعيف هلو وإيمان قوي هلو مالتي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اب آه حديث تايلوم من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي حما كتريك كلها كي كتري كلها تدع زكاء لك خوينو أب, أب سلطان أن كان تدع له خوينو بيد كانت نت كي إلى فإن لم يستطع فبلسانه تدع زيك كا بما الحس بي كون تمنكر مخانو منكر إلكا زخا فإن لم يستطع فبقلبه تدع بلسان كون زيك الكا بالبخاو إن تمنكر زي وذلك يلوم أضعف الإيمان إذا تزوز زدعف الدمان بالبخاء مثل ما إذن ولذلك قال رواية تايلوم ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ሓበቱ ኸርደል እዘን ኢማን ስብሓን ላ እንሻ ኣብዚ ስልስላ ናይቲ ናይ ኢማን ንዛረቦ ዘለና ክንርኢና ደረጃታት ኣለዉ ኣብዚ ሓበት ኸርደል ኢሉ ማለት እዩ ክንዲ ንእሽተይ ፍረ ክንዲ ስርናይ ክንዲ ስገን በላእኻ ክንዳኣ ትኸውን ውን እንተ ደኣ ሙንከር ርዩ ሙንከር ደይፀልእ እንተ ደኣ ኮይኑ ኢሎም ማለት እዩ ወሊዛሊክ ኢማን ደረጃታት ኣለዎ ማለት እዩ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ማሻ ኢማን ሙሉእ ዘለዎ ኣሎ ፍርቅሎ ፍርቅ ኣሎ ማለት እዩ النبي عليه الصلاة والسلام رواية البخاري زلو انتهي بلو شفت إيمان سني انت عين الدرجات هاتكم قال يوسف ما شاء الله عبي سفيح زخون إيمان كم زلو بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي إلهم كم زي دك كله النبي عليه الصلاة والسلام دك سبات رئوم عرضوا علي إلهم وعليهم خمس أي جمع قميص آه زلب يعني كدان لبي سما لتهم لكن منها ما يبلغ الثدي قال يوم تستلبو سوسني قميص بمزحته جزيب متعيد البس برأس خا تلبس سما لتيون تحت ورد قال يوم سني تخدانهم سني أب آه أبزأ فلبهم تروح دبز حتي لهم ومنها ما دون ذلك قال يوم دماني كورو يحلف قال دماني كابو زحت كم زعنت رئيب للنبي عليه الصلاة والسلام وعورد علي عمر ابن الخطاب كابتم زرع أخوهم دماني عمر ابن الخطاب رئيب للنبي النبي عليه الصلاة والسلام وعليه قميص يجره لهم نو يحكدانو بل قميص ناتو سني يقوتو لهم وحو حجي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتي قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله إذا سني كم يجركم انتي بمنتي فتحكم انتي يرد إلى من رسول عليه سلامة والسلام حتى تمم قال الدين إذا ديني لهم إذا إيماني لهم شوف النبي عليه الصلاة والسلام رأى ما أمم عمر وخطاب ايماننا تخدم تيم خانو إيمان دماني ضعيف كم دل دماني كابزي يرد أنا مالتيو. ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتنون أشد عناية في إيمانهم تزعابك ولا حتى زقبرلو <سؤال>: أمن تاي نيرو أنت دايلكا أب قدينا إيمان نيرو قدينا إيمان نعيم زكاة تلو نيرو يقدل دلو يوسه دلو أبو أديهم نزق قدي زي زيادة كل حتى يقبر لنيرو ولذلك إمام البخاري رضي الله رضي الله عنه أرضه أنت وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل سني كم زيبل نيرو يبل معاذ صحابي جليل بلوس بروت زخونة يبعث أمام العلماء برتوى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلمة علماء قدامه إذا سرع أبي يوم القيامة أبي كبر زلو أه صحابي جليل رضي الله عنه انتهي بالنيروي بالإمام بخاري اجلس بنا نؤمن ساعة بالنيرو نعس نعاس كنس شو قرب سكنبل نزها خارس كبير سبحانه وتعالى إيماننا من تخوس بالنيرو شوف عنايتهم بمكن ولا حتى يقبر أبو إيمان مالتي ولذلك روى البيهقي في شعب الإيمان من طرق من طريق عطاء ابن يسار أن عبد الله ابن رواحة قال لصاحب له عبد الله ابن رواحة نحد عركني وسني كم زيل واحد أوان تايلو <applause> تعالى حتى نؤمن ساعيلون عسكن حنساب بحنساب سكوف نبل قال إيم يعني إيماننا خنوسخ بزعبا إيمان نعمون حنساب نؤمن يلو حجي قال أولسنا بمؤمنين له مؤمنين دو يكونان لو قال بلا هو مؤمنين نايلو ولكن نذكر الله فنزداد إيمانا هو إيمانا لنا لكن لحد حد أكو فينا ده حد لكن إيمانا أنت يا خوني ولذلك ابن رجب ااا انتايبل وقد روي مثله عن طائفة من الصحابة كم زعينة زي تعالوا بنا نؤمن الساعة هلم نزداد إيمانا دبل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بزوج حمد تقاملون يرمي حد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرده نتايب النيرو هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله نعسكني إيماننا نوسخ نزداد إيمانا إيمانا نسخ نوسخ بالموني إكبي لهم دماني بزعبار رب سبحانه وتعالى إذا خاخروا نيرومي بالمالاتيو إذن عناية بذكو دين إيمان أبو زيادة قول حتاق نقبر يقب أثر ناي النبي صلى الله عليه وسلم بمختال مالاتيو إن شاء الله تحسطو ناي إيمان زبل أبتدمت زوين كنكزلينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد